على تواصلك معانا. طيب معانا كمان مداخله بالفنانه القديره سميره عبد العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه. الله يخليكي. فنانتنا الجميله حضرتك طبعا من الفنانات اللي لهم قيمه وقامه كبيره جدا، وكان ليكي اعمال كتير جدا، سواء كان في اعمال بتتكلم على الفلاحين وعلى الصعايده، سافرت من جميع المحافظات مصر حضرتك، وقمت بادوار عظيمه. وما هننساش ابدا ابدا اخر جايزه حضرتك واخداها لسه الشهر ده عن مسلسل الصعيدي اللي اخد افضل عمل درامي من عرب امريكان، ودي جايزه نفتخر بيها كلها يعني كلنا كمصريين، ان الجماهير العربيه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه يختاروا عمل بيمثل الصعيد وجنوب الصعيد، ودي حاجه كويسه جدا. فاحنا النهارده في ظل الهجمه الشرسه والتطاول اللي بيحصل من بعض الناس على الصعايده، احنا محتاجين حضرتك توصل لنا، هو احنا لسه كسينما وكدراما محتاجين جهد اكبر ان احنا نطلع بعض الاعمال الدراميه والسينمائيه اللي تكلم الناس عن الصعيد والفلاحين وكرامهم عشان الناس تاخد بالها؟ ما هي قدمت كده. يعني كل المسلسلات اللي اتقدمت ورت قد ايه دول متماسكين وقد ايه عندهم مصر العليا. استاذه سميره استاذنك توقف التلفزيون شويه عشان الصوت. انا عملت ام كلثوم. طيب. فلاحه علمت بنتها واصرت تعلم بنتها وقالت ان شاء الله بيه حلجي. الراجل بيقول لها طب هنصرف منين؟ قالت له ان شاء الله بيه حلجي. يعني الست هتبيع حلقها عشان تعلم بنتها. صحيح. وطلعت لنا اكبر صوت جميل واكبر انسانه عظيمه، كلنا استمتعنا بادائها. فادي فلاحه. عملت كمان الصعايده اللي واخده عليه جايزه من امريكا على ان المسلسل من احلى المسلسلات سنه 20، ده مسلسل صعيدي. فالناس دول لازالوا عندهم الكرامه والعزه والتمسك بالحياه الاسريه السليمه، وبيخدموا بعض يعني جدا، وبيطلع من عندهم نبوغ. في يعني ناس نبغه كتير قوي بتيجي من الصعيد وبتيجي من الفلاحين، فازاي احنا نقول عليهم كده؟ يعني بالعكس، دول مجتمعات احنا نتمثل بيهم في ارتباطاتهم ببعض وكرمهم وتعليمهم لاولادهم. لا انا ضد ابدا ان يتقال ان دي مجتمعات اقل مننا او بيتصرفوا تصرفات غير سليمه. لا، دول مجتمعات احنا نحترمها جدا، وانا سعيده وفخوره ان انا اشتغلت كتير فلاحه وصعيديه. ده احنا اللي سعداء بيكي كفنانه عظيمه وقديره، وساعدنا اكتر بتكريم فخامه الرئيس السيسي باختياره لحضرتك كعضو في مجلس الشيوخ، تكريما لمشوارك واللي عملتيه من اعمال فنيه ولقبت بام العظماء. فده فخر لينا كلنا كمصريين وفخر لينا كفلاحين وصعيده ان حضرتك بتمثلي ام لينا في كل ادوارك او معظم ادوارك للفلاحين وللصعايده. تمام. وانا فخوره وسعيده. احنا طبعا انا فخوره وسعيده بكده. بنشكر حضرتك الفنانه القديره سميره عبد العزيز على تواصلك معانا في توك شو العرب ورايك المحترم عن الفلاحين وعن الصعايده. طيب احنا طبعا يا ريت تنزلوا لنا التليفون، احنا عايزين الحلقه تبقى مفتوحه، اللي حابب يتواصل معانا في اي حاجه. احنا هنتكلم النهارده عن الصعايده وعن الفلاحين، ودي حلقتنا النهارده. طيب احنا معانا مداخله دلوقتي. طيب تمام، لحد ما يجهزوا لنا في مداخله. خلينا نتكلم بقى في الموضوع اللي اثار ضجه. احنا مش هنتكلم عن حد النهارده، احنا بنقول بس يا جماعه لازم نخلي بالنا. احنا عندنا حاجه اسمها يعني الشرف الميثاق الاعلامي، فاحنا بنلتزم بيه بشكل كبير جدا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي بالنا من كلامنا ومن حلقاتنا. مش معنى ان احنا عاملين برامج توك شو هنا ان انا اقدر النهارده اطلع اتكلم عن محافظه زي